السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة سنة أولى إعدادي، هنكمل النهاردة الشرح الوحدة السادسة. هنبدأ كده في شرح الوحدة السادسة اللي هي بتكون تالت وحدة وآخر وحدة في الترم التاني إن شاء الله. طيب الوحدة دي بعنوان ليفت مو الملابس، تمام؟ طب نبدأ كده بالكلمات. النوم ماسكولا، نصيحة اللي انتوا أكيد يعني حفظتوها من الفيديوهات اللي قبل كده، إيه ان انا لما اجي احفظ الكلمه خلي بالي اذا كانت هي مذكر او مؤنث، علشان طبعا معظم الجرامير بتاع الفرنش بيعتمد على النقطه دي. ان فيتمو، ان بري، ان اوغيي، ان موديل، لو كوتون، ان فاندور، ان كليان، ان باترو، ان ريسبسيونيست، ان سوفينير، ان سيرفيس، ان كولوري، ان شيا، ان كوك، ان مارشي، ان ماجازا دو فيتمون، ان شوفير دو تاكسي. بعد كده النوم في ميناء المؤنث، النوم في ميناء الاسماء المؤنث، ان تاي، ان ليفر، ان كولير، ان فيترين، دي مارشانديس، ان ريدوكسيون، ان فام دو شامبر، La composition, une cabine de saillage, une boîte, la laine, la soie, une secrétaire, une vendeuse. طيب الجدول اللي بعد كده خاص بالفيتمون الملابس. Un costume, un t-shirt, un gilet, un pantalon, un tailleur, un chemisier. بصي كده على الكلمتين دول، هتلاقي كلمة البلوزة اللي هي مؤنث في العربي جاي مذكر في الفرنش، وكلمة القميص اللي هو مذكر في العربي جه بالعكس جه مؤنث، فخلي بالك من الاختلاف ده. ان شيميزيه، ان شوميز، ان بيجاما، ان فولار، ان روب، ان جيب، ان فيست، ان مانتو، ان كرافات، ان بلوز، دي شوسيت، ان بلوزون، ان بول. بعد كده جدول الأفعال. Essayer, pouvoir, apporter, désirer, sortir, porter, appeler, plaire, servir, chercher, exposer, montrer. Très bien. Aussi, aussi, ça me plaît. Grand, grand. Le mot ou le mot حرف الأول بيكون دوت موجود، لو نضاف الكلمة هتتحول إلى مؤنث. Petit, petite, beau, belle, coloré, coloré, là-bas, je vous remercie. Faire les boutiques, ça dépend, au nid, à carreau, à fleur, ici, je vous en prie. Une paire de. بعد كده باقي الكلمات المصورة. إن جيب دوغوات اللي هي الجيبة اللي بدون كسرات اللي بتبقى ستريت يعني. إن جيب دوغوات، إن جيب بليسي، إن شيميزيي، إن شوميز، إن جيلي، إن باج، إن براسيلي، إن كولوييه، دي شوسير، إن بلوز، إن بلوزون، إن بوات. كل ده كده احنا في جزء الكلمات. هتحفظ برضو ايه كلماتك ايه في الوحدة السادسة، هتحفظ الالوان بيج، روج، فير، مارو، فيولي، جون، روز، غري، بلان، بلو، اورانج، نوار. وده طبعا ليه شرح خاص بيه، هيكون في فيديو خاص بشرح الجرامير بتاع الوحدة السادسة. طيب وانت بتحفظ الالوان خلي بالك من المذكر والمؤنث بتاعها، وده إن شاء الله هيتشرح بالتفصيل. عندي بعد كده الفيرب برضو، أنا مجمع لك في الفيديو ده كل حاجة الحفظ بالإضافة إلى المواقف إن شاء الله. يستطيع اللي هو pouvoir تصريفاته، je peux، tu peux، il، elle peut، بكون معاهم الضمير الثالث مين؟ on، الضمير الثالث اللي بيتصرف زي il و elle بالظبط. ضمير on. On peut, nous pouvons,
Vous pouvez. Ils peuvent. Ils peuvent. طيب هنيجي هنا لقراية المواقف بإجاباتها. دوت كده باج 104 صفحة 104. Tu parles à ton ami des vêtements que tu veux acheter. Tu dis, أنت بتتكلم مع صديقك عن الملابس التي تريد شرائها. فأنت هتقول ممكن تقول له je veux acheter un pull et une chemise. أنا أريد إن أنا بشتري أنا عايز أشتري يعني بلوفر وقميص. Je veux avoir avoir un pull et une chemise. عايز يكون عندي معناها برضو أشتري أو تكون الحاجة عندي اللي هو إيه بلوفر وقميص. طيب الموقف الثاني تي دون تون افيس يو ان فيتمو تو دي انت بتدي راي عن ملبس فانت هتقول سو بانتالو تي فا بيان البنطلون ده لايق عليك او يتناسب معك سو بانتالو لي بوكو البنطلون ده بيعجبني كثيرا. الموقف الثالث تي انفورم لو فاندور دو تا كولير اي دو تا ماتيير بريفيري تو دي انت بتعرف البائع عن لونك وعن الماتيريال أو الخامة المفضلة بالنسبة لك. تدي أنت هتقول جي فودغي أن بانتالون نوار أن لين من فضلك أريد بانتالون أسود من الصوف. جو فوز أشيتي أن بانتالون نوار أن لين من فضلك أريد شراء بنطلون من الصوف يكون طبعا اللون اللي هو الأسود. الموقف الرابع لو فاندور تي مونتور لي ريديكسيون سور لي فيتمو إل دي البائع بيوضح لك التخفيضات أو بيعرفك يعني بيوضح أو بيبين لك التخفيضات اللي على الملابس. هو هيقول نوفيزو إن ريدوكسيو دو 50% سيغ لي فيتمو ديتي إحنا عاملين تخفيضات 50% على الملابس الصيفية. وممكن يقول لك نوتغ مجازا أوفغ إن كراند ريدوكسيو سيغ لي فيتمو بوغوم المحل بتاعنا عامل عرض كبير أو تخفيض كبير على الملابس الرجالي. الموقف الخامس نمرو 5 tu demandes à ton père la permission de sortir. Tu dis انت بتطلب من والدك تصريح permission زي permission بالانجلش بالضبط تصريح خروج او اذن خروج. فانت هتقول je veux sortir avec mes amis ce soir papa انا من فضلك اريد ان انا عايز اخرج مع اصدقائي هذا المساء يا بابا. je peux sortir ce soir avec mes amis papa هل يمكنني أن أستطيع الخروج هذا المساء مع أصدقائي يا بابا؟ طب نمرو 6 لو ديريكتور دوماند على سيكريتير ان سيرفيس ال دي المدير بيطلب من السكرتيرة خدمة. هو هيقول فاكرين الطريقتين اللي كنا شارحينهم قبل كده لما قلنا طريقة طلب شيء ممكن أستخدم فو بوفي وممكن أستخدم أبيلي أو فو بوفي مابورتي. فهنا قال لها فو بوفي مابيلي أن تاكسي هل يمكنك ان انت تحضري لي تاكسي ابيلي موا ان تاكسي سيل فوبلي كلمي لي تاكسي لو سمحتي. نمرو 7 تو فو اشيتي ان فيتمو تو دي او فانتور انت تريد شراء ملبس انت هتقول ايه للبائع انت اللي هنا عايز تشتري فهتقول له ايه هتقول له ان شيميز بلانش سيل فوبلي قميص ابيض لو سمحت وممكن تقول له جي فودغي ان شيميز بلانش سيل فوبلي يعني ممكن تقولي الحاجة على طول باستخدام سيلفو بلي والأحسن لما نيجي إحنا نكتب الجملة بنفسنا نكتب جي فودغي. طب الموقف الثامن لو فاندور تو دوموند داتاي إل تو دي البائع بيسألك عن مقاسك هو هيقول لك تي دي عايد عليك إمتى هو هيقول لك فو فيت كيل تاي خلي بالك من الإكسبغسيون ده بنشوفه كتير مش يعني معناها مقاس حضرتك كام وكلي فودغي تاي برضو معناها مقاس حضرتك كام. نمرو 9 تو ديموند ان فاندور لو بري دان فيتمو تو دي حضرتك بتسال البائع عن سعر ملبس فانت هتقول له كومبيان كوت سو بانتالون مثلا بكام البنطلون ده او كيلي لو بري دو سي بانتالون كان عندنا كذا صيغه للسعر من ضمنها كومبيان كوت وكيلي لو بري وكان عندي كمان صافي كومبيان يعني كم يتكلف بكون حاطة الحاجة اسم الحاجة وأقول بكام تتكلف يبقى التلات صيغ دول بسأل بيهم عن السعر. بعد كده تيفو السياجي ان فيتمو تدي اوفانتيغ انت تريد قياس ملبس انت بتقول للبائع هتقول له كيسكو جو بو السياجي تشميز هل يمكنني اني اقيس
القميص ده. بعد كده ممكن برضو تقول له لا كابين دو سيرسيو، غرفة القياس أو اللي بنقول عليها إحنا بروفا، أين تكون؟ نمرو 11، tu veux acheter une paire de chaussures؟ tu dis au vendeur، أنت تريد شراء زوج من الأحذية، أنت تقول إلى البائع je voudrais des chaussures noires s'il vous plaît، من فضلك أريد حذاء أسود لو سمحت، cette paire de chaussures noires s'il vous plaît، يعني بتشاور له بتقول له هذا الحذاء الأسود لو سمحت. آخر موقف هنا devant le vitrine، devant la vitrine، le client dit au vendeur، أمام الفاترينا الزبون بيقول للبائع pouvez vous me montrer des chaussures، حضرتك ممكن توريني أو تفرجني الشوز دوت أو الحذاء ده، je peux essayer ces chaussures، هل يمكنني قياس هذا الحذاء؟ الفيرب ده كمان فيرب فولوار، دي كل الحاجات الحفظ اللي هي الكلمات والأفعال، بمعنى يريد to want je veux tu veux il veut il veut، بكون معاهم الضمير مين؟ on veut nous voulons vous voulez ils veulent ils veulent. آخر فيربين هنا في الوحدة دي فيرب سير فير اللي هو يخدم، جو سير جو سير، il سير il سير، on سير nous servons vous servez ils servent elles servent. فيرب essayer بمعنى يقيس، جو ساي جو، طبعا تحولت لجو ابوستروف عشان اول لتر هنا بادئ بفويل، جو ساي تو ساي il ساي elle ساي on essaye nous essayons vous essayez ils essayent ils essayent. طيب ايه الملاحظه اللي على الفيرب ده اللي هو فيرب essayer؟ قال لك ان انا ممكن اقلب الواي اللي في المصدر دي الى اي مع جميع الضمائر ما عدا النو والفو، يعني الفيرب ده ممكن اشوف تصريفه بالاي وممكن اشوف بدلها واي عادي، الاثنين صح بنفس ترتيب الحروف ما فيش اختلاف، بس هبدل الاي بواي. ممكن اعمل كل ده مع جميع الضمائر ما عدا النو والفو زي ما هم ثابتين، لكن كل ضمائر الجي والتي والال والالافيك اس والالافيك اس ممكن استبدل الاي بواي. كده انتهى الفيديو دوت، احنا كده قرينا فيه جميع الكلمات وجميع الافعال للوحده السادسه اللي هي اخر وحده ان شاء الله في الترم الثاني، وقرينا كمان معاها المواقف. ان شاء الله الفيديو القادم نعمل فيه شرح للجرامير الوحدة السادسة. يلا أقول لكم يخسيبكو، أو ريفوار.